السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل بكم أهلا وسهلا على Theimpactplay. اسمي محمد وأنا مضيف البرنامج ومنتاجك في الأول والثاني. نحن مصدرك الحصول على أحداث الأخبار والمراجعات المقابلات حول الألعاب الفيديو والتكنولوجيا والترفيه. كمان حرص على الصوت وحتى تسليط الضوء على قصصهم. بقدر اعمل لنا جوين معانا لايف. احنا هلكت لايف على twitch.tv/theimpactplay. ان تكبسوا على نوتيفيكيشن على الدرج نون مش درج شو اسمها النوتيفيكيشن وانت بعدين هم بخبروك واحنا بنروح لايف. وبقدر اذا بدكم تفرجوا بعدين على يوتيوب او البودكاست بلاتفورم تبعتهم. So بس دورة على Theimpactplay. So شفت كلها في العربي خلينا ترجمها. So مش فاركة شيف انتو بعمل جوين لإحنا أو وينتا انتو بتفرجوا إحنا غاد. So السبورت تبعتهم داخل الدوام مضويات والكانتت ظلت جاية. So, تقدر عامل سبورت دغري على ديسكورد دايركت وانت بعدوك اكسس بعدوك الشو اد فري اكسكلوسيف اكسس خصوصي بعدوك اكسس لخصوصي شغلات وكمان اخرى بنفيتس واحنا ابيك بارنرز معك. بدي اشوف الشيء بترجم purchase بدي اشوف تاني ثواني بس. عرفت. مع كل شرعة انتو بتسووه في الابيك جيم ستور انتو بتعملوا الكريدت كارد تبعنا ميك بلاي بعطونا شوية كميشن عليها عليها بس صفر بشرجوك زيادة هذي عامل سبورت لنا دايركتلي يعني بدون اشيو انتو بتدفعوا اشي زيادة. هذي واحد من الطرق اللي بدكم تساعدنا. واخرى هذي الحلقة على الامك بلاي في سبونسرشيب إلها من اوربل بس احنا بكون نتشوف عنا بعد دانش على الاجندة. احنا عنا اقول لك تك ثواني خليني اترجمها واشوف احسن اشي على حوضال على عمالنا اخترق شركة سوني الصبح xScreen رسميا خيرا على تشيكي عن Mortal Kombat 1. قال مطعم اعلان عنها في ميرا كونكت. هدف جوجل القدم الأجهزة التي تحمل علم Nothing's CMF ارتفع درجة حرارة أجهزة AMC Zorro Reboot آيفون 15 يحتوي الآن على طبقة على أعلانية والشاشة العرض الرقمية جاب واحد
من نتفليكس والمزيد. تفضلوا على اول سيجمنت واحنا بنحكي شو بنلعب شو بنتسوي شو اخبارنا كا. اوكي ما لعبتش كثير شغلات، انا دايما شغال على الويب سايت تاعنا theimpactplay.com والويب سايت تبعي itsyago.com itsyago.com. هذول الدومينز تبعت الشركه تبعت البودكاست وتبعتي انا خصوصي. بس العاب ما لعبتش، بس كانت بحضر الوهيدي كانت بحضر المسلسل الجديد من الستار وورز يونيفرس اسمها حرف الألف والله نسيت شو اسمها، هلوني ندور عليها. السوكا. انا بجوز على حلقات الثالث او الرابع مش مذكر 100%، بس تماني بحضر فيها بس تخلص. طبعا بدي اعمل ريكوردينج للريفيو عشان اعطيك شو راينا والهاتكس تبعنا في المسلسل هذه زي احنا دايما بنسوي. اوكي سو اي جس بنكمل على الاخبار. والاول شيء housekeeping. بقدر تسجلوا على الفريم 30 يوم شهر ترايل وبعطوكم كريدت واحد اذا انتم عم تسجلوا برايم بتوك 2 كريدتس بقدر تستعملها على اني بريميوم تايتل. روحوا على orbotchaw.com/theimpactplay اخرى مره الويب سايت تاعتها orbotchaw.com/theimpactplay. So, I guess الوحيد اللي في الهاوسكيبينج مش الوحيد بس احنا عشان من شغلة بس الأول شغلة عنا بقدر تحضروا الحلقات 336 الأسبوع اللي قبل هذه حكينا عن الأخبار الأسبوع وتقدر تحضروها هسه في سبوتيفاي يوتيوب وين ما كان. نقرأ عملنا انترفيو مع مايلستون بهذه بتروح لايف الامازون اسبوع هذي. سو استنوا عملنا فولو على يوتيوب وين سبوتيفاي وين ماتشان وبعطيكم نوتيفيكيشن وين تنزل المسلسل بتاعت الانترفيو اللي سويناها. اوكي سو خلينا نكمل ونروح على اول سيجمنت، مش اول سيجمنت، اول سيجمنت بتاع الاخبار العاب الفيديو. اوكي سو الاول مقاله من IGN عن السوني اللي ضربوهم هاكرز. So بقفي ransomware group بقول عنهم ransomed.vc وقالوا هم عاملين حاك على سوني وقالوا راحوا تبيعوا الديتا تبعهم. بس هيك فيش غيرها يعني. اوكي هتنكمل. اوكي هسه هذه من سوني انتراكتيف انترتينمنت دغري على البريس ريليس تاعتهم عاملين اناونسمنت على شو اسمها جبت كله هذه بريزيدنت
الرئيس. اوكي اوكي سو وينها؟ اوكي سو الرئيس تبعت والسي اي او جيم راين عمل اناونسمنت هو راح يعمل ريتايرمنت. المشكله شو بدها تقعد اوكي. قال بقى الشغل يعني تقريبا 30 سنة مع الشركة البلاي ستيشن. عشان نتحول البوزيشن على واحد ثاني شو اسمه ال COO وال CFO هيروكي توكي بده عمل الشغل على الشيرمن وال of SIE هذه تبلش الشهر هذي. and then في هذا نفس الانونسمنت شو اسمه توكي بده عامل CEO من حالة على SIE في شهر 1/4. اوكي خلينا نكمل هذه المقالة من الواير دوت اكس باكس. اوكي في بوليسي جديد اذا عمل ستورج للفيديوز بعض الالعاب اللي بتسويها في الكونسول دغري بدهم اجس فرجو ريبكا أريا في كثير والإكسبرينس تعجم والعاملين باكب على الفيديوهات تبعت اللعب الفيديوز اللي مسوي فيها دغري على الون درايف. عندنا أخرى في إيفنتس بقدر للعب تعجم وكمان هنشوف أخرى شو أخرى في هذه الأبديت. عندنا الأبس أسرع يعني مش غيرها. اوكي هذه الانونسمنت من الاكونت على تويتر بتاع يو بي سبيك جيمنج. سو عاملين انونسمنت على تويتر تاعتهم هم هسه عندهم اوفيشلي بارتنرشيب مع اكس باكس سو عندهم لايسنس خصوصي على الاكس سكرين. هذه شو تقول ولا شاشة للأكس باكس السيريز S هذه الديجيتال كونسول هذه اللي هم زمان بيسووها بس هذا بدغري هذا بيشتغلوا دغري مع مايكروسوفت مع أكس باكس عشان هذه official license أكس باكس product من عندهم بس. okay so congratulations زي بقوله. okay هتنكمل هذه المقالة من IGN كمان Elder Scrolls عاملين مش announcement بس نزلوا العاب للموبايل اسمها The Elder Scrolls Castles. هذه موجودة على Google Play Store بس في Early Access so بقدر يعني I guess طولها قبل تنزيلها. okay هسا على Mortal Kombat 1 الديفلوبر تاعتهم اسمها اد بون عمل تيز مع حط صورة مع صورة الجوست فيس والجيكسا سو حتى فرجيكم البوست عاملها على تويتر ثواني بس. سو اذا انتم تحضروا على الاوديو على الصوت بس بدون فيديو انا بخبركم مش خبركم بس احسن لكم اذا انت بقدر شو عامل جوين معنا لايف على تويتش بقدر تحضروا هذه الحلقه مع الفيديو على سبوتيفاي او على يوتيوب تاعتنا. اوكي هيو سو
هات تشك 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 شو معناتها نازلين. بس هذولا شكلهم راح ننزلوا على العاب المورتال كومبات 1 في الدي ال سي. بنشوف نشوف شو معناتها. اوكي اوكي سو خلصنا من العاب الفيديو, هسه بنكمل على تكنولوجيا. اوكي والاول المقالط من IGN على تشيل الانونسمنتس من الميرك كونكت 2023, عاملين ايفنت وانت عاملينها شكلها 27/9 عشان هذه مقالط من هذا اليوم. مرة عاملين انونسمنتس كثير شغلات على اي اي تكنولوجيا وكم شغله نازله جديد. اوكي عمل اناونسمنت على الميتا كويست 3, بدا عمل بقدر يبقى سبورت على اكس كلاود ستريمينج, سو بقدر العب الاكس باكس العاب تاعت الاكس باكس على الفي ار نظاره تاعتهم. سو مش في الفي ار نفسها, سو مش الفي ار الطريقه نفسها. سو راهو زوي طريق زي الابل فيجن برو, يعني زي مش في زي انت في السينما, بس مش سينما زي انت بتشوف الشاشات قدامك وال يعني واحد من الشاشات بيلعب الالعاب من الاكس باكس جيم باس. سو التكنولوجيا اللي فيها ربقى الشيب تاعت وينها وين راحت سناب دراجون XR2 جينيريشن 2, هذه الجي بي يو كثير قوي بقدر يعني اعمل اكسس لكمان في ار جيمز. بقدر شو اسمها ثاني ثواني بس بقدر افتحهن دغري على الكويست نفسها. عشان كابل لازم اعمل دايركت كونكشن على الكمبيوتر, الكمبيوتر الى بسوي الالعاب حسا الهيدسيت تاعتها دغري بسوي الالعاب. عندنا قالوا هذه الموست باورفول في ار ان ام ار هيدسيت ايفر. عندنا السعر تاعتها راح تقول بس 500. عندنا هذا بنزل في شهر شعر هذه بس 10 شهر. سو قالوا AI يبقى في انستغرام اسمها AI image generation and manipulation عشان نسوي صور مع اصحابكم وعمل ستيكرز. اوكي عدنا عملوا partnership كمان مرة مع Ray-Ban على اسمها سمارت نظارة, سمارت كلاسز أو نظارة شاطر قدر تقول بس يا سو رايبك الميرا اي اي في النظارة تاعتها الدغري. بدي اعمل يعني تكلم مع الاي اي زي ما بدك. اوكي جل المكالمة للاي اي رايبك في النظارة نفسها. ان اخرى بقدر اعمل لايف ستريم دغري من النظارة عشان فيها كاميرا. عندنا هذه راح تنزل 17 الشهر هذه $300. اوكي سو هات نكمل. هذه من 95 جوجل. الايفنت تاعت جوجل في ال 14 سو شهر هذه اخرى من يوم. سو اكيد درايف كان اناونسمنت على البيكسل 8 والبيكسل 8 برو والبيكسل بادز الجديد والبيكسل ساعه البيكسل الجديد كمان.
دنكالو بجوز يبقى announcement على جوجل كروم كاست هذه زي الفاير تي في عم بعمل كونكشن على التلفزيون ولا ابل تي في قدرت تقوله اوكي سو هسه في اتشمل واحد اي جس من اللي بيستعملوا الاي او اس 17 مش بس في الايفون 15 هذه بصير بس اي واحد بصير في الاي او اس 17 انا مش واحد منهم مش عارف ليش بس في تشمل شغله شغلات انت بتسووا فيها زي بفتو انستغرام بس بصير مش حريكه بس بصير شو الكلام بتصير تشوب I guess مش بشي تشوب no مش هذه الكلمة بتصير أكثر سجونة أكثر سكونة يعني التليفون بصير سخن أزود يعني أنا مش فاهم على الترجمة بتاعت جوجل أوكي سو هذه للكل التليفونات عندهم الاي او اس 17 بس أبل عاملين أبديت على الاي او اس 17.1 عشان مش تبطل بس بتخفف الشغلات اللي ببلش تصير التلفونات overheating. اوكي هات نكمل على على 95 جوجل كمان هذه بتحكي على nothing عملوا براند اسمها CMF وهذه بتسوي شغلات devices مش غاليات كثير so more بصير more affordable so عاملين an announcement اقول لك بروح على ال CMF دغري and then احسن اشي اوكي دغري اوكي هسه بنفرجيكم اياها اوكي CMT اوكي سو هيو عندهم ثلاث شغلات هسه عندهم البودز برو عند نويز كانسليشن 11 ساعات تسمع الاغاني then اوتشو باست تكنولوجيا عندهم اخرى الواتش برو هذه الساعه عندها وعد نقطه 99 انش AMOLED ديسبلاي بقدر اعمل بلوتوث كونكشن وال عشان نتكلم التلفون على الساعة واسمها AI Noise Reduction نخرج في GPS فيها بدنا نعملو Charger Adapter هذه 3-in-1 65 واتس Ultra Fast so السرعة كثير Charger Adapter كثير سرعة then عندها هذه عندها 2 USB USB-C ports وواحدة USB LF port so yeah CMF مش CMT okay هات الديسكفر على البودز برو بس في ثلاث الوان لكل شيء so IP54 low lag عندهم في equalizer 39 ساعة playback وعشر دقايق تشارج هذه بعطوك 5 ساعات wind noise reduction transparency mode and then clear بقولوا لها then في كثير باس وشام شغلات فيها هاتن رجع ورا هتروح ساعة شايف نفس الالوان
3 جنيه والاسمر الومنيوم مستعمل في الفريم تاعتها 600 بلس نيتس برايتنس وال 410 ضرب 502 الريزولوشن تاعتها الحين تروح على التشارجنج ادابتر تاعتها شايف 2 يو اس بي سي وواحدة يو اس بي الف بس في لون واحد اوكي اوكي خلصنا من هذا حتى نكمل حتى نسجل هذه اوكي الرازبيري بي 5 هسه نزلت عندها توك بيرفورمانس اسود and then في سبورت ال بي اسمها بي سي اي اي 2.0 هذه من ذا فيرج بدي تنزل السنة هذه and then راح السعر تاعتها راح تبلش على $60 امريكاني and then في 64 بت كوار كور اي ار ام كورتكس 1076 بروسيسور بقدر في ابعتو كاباسيتي على 2.4 جيجا هرتز اند ذن هذه بعطيك ضرب 2 وضرب 3 البرفورمانس من العتيق الرازبري بي 4 الاخرى الرازبري بي 5 بتيجي في 800 ميجا هرتز فيديو كور في 2 جرافيكس شيب and then قالوا هذه بعطيك substantial uplift in graphics performance and then راح يبقى component خصوصي إلها component جديد اسمها ال south bridge هذه الشيبسات بخلي ال device تاعتها بعمل communications مع ال peripherals اسمها RPI south bridge اوكي هتنكمل الاخر شو اسمه الاخر مقالة من The Verge كمان so Amazon عاملين announcement راح عامل invest up to 4 بليون دولار على Open AI الشركة اسمها Anthropic لأن كثير شركات عملوا بدهم سوين investment AI خصوصي مايكروسوفت وجوجل وهسه أمازون so مش يعني فيش إشي جديد فيها أوكي حت نكمل نروح على آخر segment على الترفيه اوكي سو الاول واحد من نتفليكس دغري على نتفليكس دروب 01 عاملين اناونسمنت هذه الايفنت بعد باك فيرتشوال سو في الكمبيوتر لايف ستريم ممكن تقول سو 27 شهر هسه كل الاناونسمنت هي لنا سو ديفل مي كراي في انمي جديد على الالعاب and then في أخرى Sonic Prime no اسمها Sonic Crime في chapter 3 اسمها and then عاملين teasers is Sonic Prime Dash هذه لعبة جاية على Netflix Captain Laserhawk, a Blood Dragon remix. هذه جاية على نتفليكس 19 الشهر هذه.
ده في اسمها كابتن ليزر هوك، عاملين تريلر، فرجوا تريلر. هسا بلو اي ساموراي عاملين تيزر. سكات بروجرام تيكس اوف فرجونا فيديو دعتها، وهذه 8 حلقات، هذه جاية 17-11. بلوتو عاملين تيزر، سو فرجونا نتفة صغيرة من عندها. بس هذه الانمي من اسمها الاسترو بوي ارك، العسن روبوت على الارث. اوكي، ماستر اوف ذا يونيفرس ريفولوشن، هذه جايه السنه الجديد، سو 2024. توم ريدر ذا ليجند اوف لارا كرافت، عاملين فيرست لوك، تشيف يعني الاول تحضر I guess. اوكي، هسا كاسلفينيا نوكتورن، هذه فرجو الاول 7 دقائق من الاول حلقة. already هذه موجودة live. That's it. already منازلة. So هتنكمل. So هذه من Variety. MC Network عاملين نزلوا ad نزلوا tier مع ads. هذا تبلش على $5 على الشهر. اوكي، هسه هذه كمان من رايتي، في زورو بدي اعملوا ريبوت فيها، وفرجونا نسوة صغيرة من عندها كمان، من الاوبننج تاعتها تاعت المسلسل الجديد. اشوف. اوكي، هيوهان، سو اللغات الاسبانيولي راح تنزل في اسمها ميب كوم 15 شهر هذا، والبرايم فيديو اوريدي اشتروا اللايسنس تاعتها لامريكا، لاتين امريكا، اسبانيا، ادورا، والبرتغال. And then me somehow Marion writes هذه البلاد الثانيات. اوكي هتنكمل هذول الاخر اثنين من Variety كمان. So في هذه الشوز وال النازلة على ديزني بلس في الشهر هذا، شهر 10. So Toy Story, Fundle Football, Mickey and Friends, Tricks or Treats، عشان شل الشهر هذا هالوين ولا هذا. Star Wars Ahsoka، الثمن حلقة، Dancing with the Stars، في حلقة جديدة، Haunted Mansion، Haley's Anne، كيف، Super Kitties، The Villains of Value View، Loki، أخيرا هذي بستنى فيه قرر شوي، بس دات فاير مش نحكي عن كل شيء، بس هذول كم شغلة، ودانسينج وذ ذا ستارز، ليجو، مارفل افنجرز كود ريد، جوست بامبس، يا وكم شغلة جديد. اوكي، والاخر مقالة من ديدلاين على البوكس اوفيس. اوكي، سو شو اسمها الفيلم Paw Patrol The Mighty Movie عاملين في الشل ال في how do you say the whole world
عالمين عالمين سوى فوق العربين مليون دولار. اوكي سو خمسة سوى تقريبا 30 مليون. شو اخر كمان انت يعني فيش غيرها. اوكي اوكي سو خلصنا. اذا بيتشم ودونا الفيدباك تاعتشم بقدر تعلموا كيف بعد هاي. اوكي سو اذا بيتشم عطونا الفيدباك تاعتشم بقدر تروحوا اسهل اشي خليني نفرجيكم كيف مش بس بس يحكي كيف. F11 اوكي رو على impactplay.com. هيو هنا سنة خليني اغير شغلة سنة ثواني بس اوكي يا احسن. اوكي هلا اوكي سو اسمها theimpactplay.com وديتشم هان هيو الويب سايت تاعتنا اكبسوا عليها وديتشم هان هيو الهوم بيج تاعتنا هذه تشيف السوشيال ميديا تاعتنا وهذه تشيف تظهروا البودكاست تاعتنا كمان فيها تشمل الشغلة تاعتنا عن الـ البودكاست هذه اللي بقدر ودونا اذا بقدر شو اسمه لتوصل معانا توصل معانا في هايو الطريقة وهذه التيم بتاعتنا وهايو الفيدباك بتاعتنا هايو بقدر ترجمها هايو ما اريد ترجمها اريد في العربي ولا في الانجليزي احسن شيء اريا واريح لكم في كم طريقة كلها هان موجودة بقدر اعمل كليك واوديك تغري على اللينك الشيف ودونا يعني كل طريق وهيو سبورت اللي بتشم عمل عطينا سبورت تعجم هيو هان كل شيء موجودة. اوكي اوكي سو هدي نسجل هذه اوكي سو شكرا لكم عملنا جوين معانا اذا اخرى اذا بدكم اقدر اعمل جوين على الديسكورد سيرفر تاعتنا واذا بقدر يعني تحكوا عن البودكاست او زي ما شو بدكم تحكوا ان اخرى احنا عاوزين مساعدتكم وعاملين جوين وعاملين فولو على تويتش ولا على يوتيوب هذه بنفتح على الطريق عشان بقدر عامل سبسكريبشنز مع البلاتفورم هذول يعني عامل لنا شير مع العيله مع اصحابكم مع كل واحد انتو بحبوا عامل شير على المسلسل تاعتنا اذا بدكم هذه بيساعدونا ازود هذه اعطونا ريفيو او ريتنج على البلاتفورم تاعتكم. شكرا لكم من الجوين. السلام عليكم مع السلامة حين طالعين مع السلامة مع السلامة يلا.